رح نحكي عن أهمية ومدى تأثير الرأي العام على القضية الفلسطينية ووضعها ضمن القضايا الأساسية، وكيف ممكن نكسب الأفراد المجتمع ثقافة التعبير الصحيح عن الرأي في ظل القضايا الموحدة، ودور وسائل التواصل الاجتماعي السلبي والإيجابي في ظل هاي الأحداث. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الأستاذ المهندس محمد خير اللبابيدي، وهو الاختصاص في التنمية البشرية. يسعد صباحك. صباحك ليلى. يسعد صباحك سلمى طبعا، وصباح ان شاء الله النصر لشعبنا واهلنا في فلسطين المحتله والفرج عن هذه الامه. امين يا رب. استاذ محمد، يعني عاده نحن بنعرف انه بكل مشكله او قضيه بيعيشها المجتمع الصغير ان كان سوريا او المجتمع العربي، يعني دولنا المجاوره، في شيء اسمه راي عام. سابقا كان الرأي العام مقتصر على النخبة، بعض النخبة، وأيضا على التلفزيونات والصحافة وما يقدمه الإعلام بوسائله التقليدية. حاليا بعد وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الرأي العام ساحتين، ساحة واقعية وساحة افتراضية. خلينا نحكي اليوم كيف أصبحت هاي الساحة، وهل عم تختلف؟ مين عم بيساهم بتجيش الرأي العام بكفته أكثر؟ طبعا أول شيء نحن من حق الجميع أنه يعبر عن رأيه، من حق الجميع أنه يدلي بدلو. واليوم بصراحة بوجود هذا الفضاء الحر اللي هو فضاء التواصل الاجتماعي، الكل ممكن يحكي والكل ممكن بدون ضابط بدون كذا، لكن نحن كنخبة في المجتمع مثلا كقيادات في هذه المجتمعات علينا دائما أن نركز على المبادئ، على الثوابت، المبادئ اللي أقرتها الأديان المتفقة عليها، اللي أقرتها الأخلاقيات المتفقة عليها. يعني مثلا الآن نحن في عنا قضية رأي عام هي فلسطين المحتلة. نحن كنخبة مجتمعية على صعيد الوطن وعلى صعيد أيضا العالم ما بدنا نخجل بثوابتنا. الثوابت أنه هي أرض محتلة، هذه أرض محتلة، هذه أرض مغتصبة، هذه أرض يعني يعاني أهلها من قسوة الاحتلال والحصار والقتل بدم بارد. يعني مثلا أمام الآن عدد الشهداء الكبير في غزة، نسأل الله عز وجل أن يحقن دماءهم وأن يعني يشفي جرحاهم. قد يقول قائل أنه مثلا يعني أنه هذه الدماء وهذه، طيب الآن نحن بالشهر العاشر من أول السنة إلى الآن، كم فلسطيني مثلا قتلت إسرائيل بدم بارد؟ كم فلسطيني اعتقلته بدم بارد حطته في غياب السجون؟ كم مرة تمت اقتحام المقدسات؟ يعني إسرائيل سابقا أو الكيان الصهيوني إسرائيل بين قوسين كانت تعمل 1000 حساب، وبدون يجوا مستوطنين يقربوا على الأقصى يعملوا 1000 حساب. يعني شارون بزمان وقت مثلا إجا بده يجي على الأقصى يعني عمل 1000 حساب وقامت القيامة. الآن معسكرين بالمسجد الأقصى، لاحظت قيل يعني إهانة هذه المقدسات، إهانة أصحاب هذه المقدسات، كأنه ما عاد أمولك وزن، ما عاد أمولك اعتبار. إمتى ما كان يعني بصراحة بيضربوا، إمتى ما كان بيقتلوا، إمتى ما كان بيقتالوا، علما أنه العملية الأخيرة للمقاومة الوطنية الفلسطينية أثبتت أنه بأسلحة بسيطة ورجال قلائل بعزائم رجال حقيقية يعني أهانوا يعني ربما من أكبر جيوش الشرق الأوسط تقنيا وتسليحا ودعما على مستوى الغرب. أستاذ محمد، خلينا نحكي عن ثقافة التعبير عن الرأي الصحيح. كيف ممكن أنه نكسبها لأفراد المجتمع؟ كيف لازم يعبروا عن رأيهم بطريقة صحيحة؟ يعني ليلى أنا بقول مثل ما قلت لك، أنا من حق الجميع أنه يدلي بدلوه، من حق الجميع يعطي رأيه، ولكن لابد أنه يكون في احترام. يعني أنا بسمح لك تقولي مثلا تعارضيني وتقولي رأيك وتقولي كذا، لكن بدك تحترمي رأيي، ما يكون هذا التعبير هجوم علي أو على شخصي. لاحظتي كيف؟ يعني نحن بصراحة بدنا أكثر من فكرة. هلأ نحن مثلا بتعطي ليلى رأيها وبتعطي سلمى رأيها وبعطي أنا رأيي، صار عندنا 3 آراء والمشاهد بيختار، وممكن يدمج هذه الآراء، بيصير عندنا مجتمع حي غير مقموع. يعني أنا بدي أخلي المجتمع لون واحد، بدي أستخدم طريقة من طريق القمع لحصي للآخر، لا نحن ممكن أخي أنت احكي وعبر عن رأيك وإلى آخره، لكن بشرط عدم الهجوم على الآراء الأخرى، عدم يعني تكفير تمام أو تخوين الآراء الأخرى، وعدم مثل ما نقول السعي لتقسيم المجتمع وتشتيت الجبهات
الداخلية في المجتمع. نعم أستاذ محمد، كمان خلينا نحكي شوي. اليوم عنا صار معروف بمصطلح موجود على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الشخصيات المؤثرة، أو بسموهم مثلاً عنا البلوجر الانفلونسر، الناس اللي بتتبع هدول الشخصيات بالأوقات العادية واللي بتنتظر بمثل هاي الأحداث والقضايا المهمة شو ممكن يكون موقفهم، وهدول إلهم كتير تأثير. خلينا نحكي شوي عن أهمية أنه يكون كل الشخصيات اللي إلها تأثير سواء كانت إعلامياً أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفية تقديم هذا الرأي وأهمية أنه يكونوا إلهم آراء بقضاياهم المجتمعية. طبعاً نحن كثير في مثلاً ناس بتأثر في المجتمع، مثلاً طبقة رجال الدين تعتبر رقم واحد مؤثرة في المجتمع، السياسيين يؤثرون، الفنانين يؤثرون طبعاً، الشخصيات المعروفة. لكن أنا ما أريد من هذه الشخصيات أنه نحن ما يكون تأثيرنا مجرد صراخ أو إجبار أو إكراه أو تقديس، أنه يعني هي من المحرمات هي كذا. لا، أنا بدي طرح هذا الرأي. يعني أنا قلت ببداية هذا اللقاء أنه كلياتنا نحن الآن تدمي قلوبنا مشاهد تدمير غزة الجريحة، تدمي قلوبنا مشاهد هذا الشهداء والأطفال وكذا. ولكن أنا عم أقول أنه الشعب الفلسطيني يقتل سابقاً، يعني حتى قبل هذه الأحداث ومن أول السنة، وتنتهك حرماته من أول ويحاصر من أول. يعني لذلك هذا الشعب، يعني في شعب بالعالم يتعرض للقهر دون أن يقاوم؟ يعني أنا قلت مثلاً بأحد اللقاءات أنه عار على أي أمة يحتل أرضه ويعيش المحتل في أرضه معسكر ترفيهي. لاحظت كيف انه يجي محتل ويحتل ارضك تمام ويطرد اهله ويعيش معسكر ترفيهي في هذه الارض. لذلك ونحن طبعا الشعوب العربيه والشعوب الاسلاميه، يعني نحن شعوب اهل نخوه، عرفت علي كيف؟ نحن ما يعني ما بنرضى بالهوام، ما بنحسن نقبله. يعني بتشوفي مثلا مشهد الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى والقيام برقصات معينة استفزازية، هن على فكرة مو هن من أهل عبادة، يعني هن بس عم يعملوا هالشغلة، هي استفزاز على فكرة. يعني لاحظت كيف؟ فأنت بتغلي سبحان الله، لأنه أنت على فكرة ما بيهون عليك كمان أنك مثلا تهيني مقدسات الآخرين. يعني إحنا لا ندعو والله إذا هن أهانوا مثلا مقدساتنا والله نحن يلا منهين مقدساتهم، لا، إحنا لا ندعو هذا لهذا الأمر. يعني بالعكس، لكن ونحن ما عندنا عداء مثلا مع والله اليهود، لا، نحن عداءنا مع الصهاينة حصرا اللي احتلوا الأرض. مثلا الآن مثلا أمريكا تتباكى أنه والله على مدنيين إسرائيلية. طبعا أقول لك شغلة، إذا جيت أنا احتلت بيتك بالقوة العسكرية تمام، وبعد ما احتلت بيتك جبت ناس مدنيين وحطوا ببيتك، هل هذا المدني يعتبر يعني آمن بالنسبة إليك؟ ما هو قاعد بأرضي، قاعد ببيتي. لذلك نحن بدنا نحكي بهدوء بدون صراخ، لاحظت كيف؟ ونفهم هذا العالم. وعلى فكرة يعني كثير مثلا الإعلام بيلعب دور كبير، شفتوا مثلا مظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي في بقلب واشنطن، بقلب نيويورك، بقلب لندن، يلي هن من أقوى الدول الداعمة لإسرائيل. يعني أمريكا، فرنسا، بريطانيا، هذول أكبر دول بالعالم داعمين لإسرائيل. والمظاهرات الآن صارت في محافظات وتضغط على طبعا مثل ما بنقول على القيادات. بكل حدث أو بكل قضية دائما في شخصيات موجودة، شخصيات مؤثرة ضمن الرأي العام هي اللي بتأثر فيه وبتقوده. كيفية انتقاء هؤلاء الأشخاص، كيف ممكن ننتقيهم، على أي أساس ولا على أي مقياس كمان؟ والله شوفي، طبعا المقياس هو يعني صدق الكلمة، الصدق، ما يكون في غاية. يعني نحن وقت عم نحكي بهذا الأمر نحن صادقين، نحن ما لنا غاية، نحن لا نجمل القبيح، نحن لا نسوغ المحرمات، نحن عم نحكي مبادئ والكل متفق عليها. يعني حتى مثلا أمريكا بالذات، الشعب الأمريكي بيقول لك والله من حق الدولة اللي احتلت أرضها أو الشعب اللي واقع تحت الاحتلال مقاومة. كل البلاد متفقة على هذا المبدأ. إذا تعرض لعدوان، لاحظت كيف، من حقه أنه يدافع عن حاله، ومن حق الدول أنه تدعم هذا الشعب المقهور. هذه مبادئ متفقة عليها على مستوى العالم، حتى قامت عليها الأمم المتحدة. صحيح. لاحظت كيف؟ لكن لذلك نحن وقت بدنا ننتقي هذه الشخصيات، قلت لك أنا بدي بعد عن الصراخيين،
بدي بعد عن الناس اللي بتحس انه افكارها مقدسه واي يعني تخطيط لفكره هذا يعتبر كفر ويعتبر تحريم. لا لا هذا ما بيناسب. نحن الان بمجتمع مثل ما قالت الانسه سلمى، نحن الان بمجتمع مفتوح والكل عم يحكي والكل عم يدلي بدلو. برد بقول لك نحن فقط اللي بدنا اياه انه نكون محترمين بادلاء بدلونا. يعني هلا نحن عاملين لقاء، لا طلعت منا كلمه شتيمه، لا طلعت منا والله كلمه اهانه. انا ما قلت والله مثلا يعني الخنازير اليهود، ما قلت انا هيك، لاحظتي؟ ما قلت والله قطعان، ما قلت هيك. انا عم اقول محتلين، هن بيعرفوا حالهم محتلين، انتبهت علي كيف؟ يعني هن بيعرفوا حالهم محتلين، لكن هن عم يقولوا قديش احتلينا وقديش ما نخلي معنا ارض، هذا الخلاف، لاحظتي كيف؟ فانت بتوصف الحاله بحالتها. لذلك ودائما نحن من احد الثوابت انه السلاح يوجه للمحتل يلي احتل الارض، لا يوجه الى داخل البلد حتى ولو اختلفنا فيما بيننا. لاحظت كيف؟ هي كمان مبدا وثوابت. لذلك نحن بدنا الناس مثل ما قلنا يلي بهدوء تفهمنا وتقنعنا، ما تصرخ علينا وتضوجنا. يعني استاذ محمد دائما تعطينا هيك معلومات مهمه وقيمه، بنتمنى يكون الكل استفاد منا بمشاركتك لنا بهذا الصباح. ونتمنى دائما مثل ما حضرتك قلت وكلياتنا قلنا اليوم النصر لاهلينا اهل العزه بغزه، والله يرحم الشهداء. شكرا لوجودك معنا. شكرا سلمى، شكرا لنا، ونسال الله عز وجل طبعا النصر لاهلنا المظلومين في غزه وفي فلسطين، وان يحقن الله دماءهم وان يرحم شهداء. امين يا رب العالمين.